ووقف بنا الحديث ونحن نتكلم على قصار السور أو على قصار مفصل إلى سورة العصر. سورة العصر من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهي سورة تتكلم على فريقين من الناس، أو بمعنى أصح أن الإنسان أحد رجلين، إما خاسر عياذا بالله وإما فائز، إما أن يكون في خسران مبين وإما أن يفوز الفوز العظيم. فبدأ الله سبحانه وتعالى السورة بالقسم بالعصر، والعصر هو الدهر كله، العصر هو الدهر كله، أي عمر الإنسان كله. وهذا يدل على فضيلة الوقت عند المسلم، فالمسلم لا يضيع وقته هباء وسدى، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم الفراغ نعمة من نعم الله على العبد، ومع ذلك قال مغبون فيها كثير من الناس، كثير من الناس يخسر هذه النعمة ويضيع عمره هباء. فربنا سبحانه وتعالى أقسم بالعصر لينبه على قيمة الزمن عند الإنسان، والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال الشيخ الجزائري رحمه الله في أيسر التفاسير، قال الآيات أي آيات العصر، سورة العصر الثلاث، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الآيات تتحدث على حكم ومحكوم عليه ومحكوم به. فالحكم أن الإنسان، كل الإنسان المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل الإنسان إما في نقصان أو خسران، أو إما في نقصان أو خسران، أنه في نقصان وخسران إلا فريق واحد الذي سيأتي ذكره في آخر آية. والمحكوم عليه هو الإنسان يعني ابن آدم، والمحكوم به هو الخسران لمن لم يؤمن ويعمل صالحا. أما من آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر هذا هو الفائز. والعصر هو قسم أقسم الله به، وهو الدهر كله، وهو الدهر كله، ليله ونهاره، صبحه ومساؤه. وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر أي في خسران، لأن سيكون مصيره إلى النار إذا لم يؤمن ويعمل صالحا. وقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء استثناهم الله تعالى من الخسران فهم رابحون غير خاسرين، وذلك بدخولهم الجنة دار السلام. والمراد من الإيمان الإيمان بالله ورسوله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، والمراد أي عمل الصالحات من الفرائض والسنن والنوافل. وتواصى بالحق أي وصى بعضهم بعضا وحث بعضهم بعضا على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، اعتقاد وقول وعمل. وتواصى بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على هذا الأمر حتى يموتون على الإسلام ويعمل بما جاء فيه. فالإسلام حق والكتاب حق والرسول حق، فهم بذلك يؤمنون ويعملون ويتواصلون بالثبات على ذلك حتى الموت. ما يستفاد من هذه السورة المباركة العظيمة كما مر معنا أن الزمن له شرف كبير وأهمية كبيرة، وأيضا فضيلة سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث آيات فقط. لذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى عنده كلمة محفوظة ويتناقلها العلماء، وهو قوله لو ما أنزل الله تعالى حجة على خلقه إلا هذه السورة، يعني سورة العصر، لكفته، لأن هذه السورة فيها بيان طريق النجاة للإنسان، هذه حجة من الله سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان، كل جنس الإنسان لفي خسر إلا صنف واحد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا، تناصحوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبيان مصير الإنسان الكافر وأنه إلى الخسران التام، وبيان فوز أهل الإيمان والعمل الصالح الذين اجتنبوا الشرك والمعاصي، وأخيرا وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين المسلمين. ومن فوائد أو لطائف هذه السورة أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا التقيا بعد تفرخ كان يقرأ أحدهم على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهم على الآخر كما روى الطبراني وصححه الألباني في الصحيحة. يعني الصحابة كانوا يجلسون مع بعضهم البعض، فإذا فرق بينهم بشجرة أو حائط والتقيا كان يتلو أحدهم على الآخر هذه السورة. شوف كأنهم يعني عندهم نبراس وعندهم هذه السورة، يعني يذكرون بعضهم بعضا حتى وهم لسه تاركين بعض من ثواني فقط. فكان هذا هدي الصحابة كما أثر عنهم يعني.